الله تكون جلسة مثمرة طيبة. اليوم الزملاء حاضرين معنا الفنان الجزائري أول مرة بعد الاستقلال يعني منذ أكثر من قبل ما نشرحوا للفنانين اللي حاضرين معنا في هذه الصبيحة من ولاية تقرت ولاية واتسوف وفناني ولاية ورقلة الأمور المتعلقة بالجانب المهني وكيفية الانخراط إلى تعاضية العمال الثقافة والتربية وكيفية المشكل المطروح تاع بطاقة الفنان، المشاكل الاجتماعية اللي يعاني منها الفنان وكيف يتم معالجتها، مشاكل الانضمام إلى الصناديق المعروفة. راح نقدموا كل الشروحات لفنانينا للتعرف على حقوقهم من أجل التقاعد تاعهم، وهذا طبعا في إطار المرسوم الرئاسي رقم 23376 والذي يتضمن القانون الأساسي للفنان.